مرسوم تنفيذي يحدد الشروط والكيفيات المالية وآلية تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، وهي الصيغة السكنية الجديدة القديمة التي تبنتها الحكومة. المرسوم الذي صدر بداية جانفي من السنة الماضية وأعلن والي العاصمة انطلاق عملية التسجيل به على مستوى البلديات لم يصل بعد مسامع رؤساء مجالس البلدية. لحد الآن ما جاتنا حتى تعليمة، انا دوكا ما نقدرش نقول لك خاطر ما بالناش ما لحقتنا والو. تعثر بعض مشاريع السكنات التسهميه والترقويه المدعمه والتي كانت سببا في اشعال فتيل الاحتجاج، احد اهم الاسباب التي جعلت الحكومه تطلق الصيغه الجديده التي تمنح فرصه لمن لا يملكون دخلا شهريا للاستفاده من السكن. سكناتنا لم تنجز ولن تنجز، ما ناش قادرين نستناو، يعطونا ديارنا يعطونا ديارنا ويديروا لنا حل اللي طالع امدها مده 12 سنه بتبديل الاسم برك البي البي بي ال اس بي هكذا، هذا ما كان، هذا ما فيش اسم. والاختيار تاع العقار ونطلبوا احنا كمهندسين كخبراء مهندسين نقولوا لازم يكون الجيولوج ويكون المهندس المدني في 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 الاختيار تاع العقار. قبل ما نقولش واش نقولوا، نقولوا لازم تكون عندنا مؤسسات قويين ولازم يقدروا يسمع على شقهم ينزو كما ينبغي. فشل العديد من السكنات التسهمية في ولايات الوطن وتعثر مشاريع السكن الترقوي المدعم لأسباب مختلفة، أهمها انعدام الأوعية العقارية وتماطل المراقين العقاريين في استكمال أشغال البناء، مؤشرات باتت توحي بفشل المشروع الجديد الذي ينتظره الآلاف من طالبي السكن بحسب خبراء في المجال.